حماية الأمن وممتلكات المواطنين عالجت مصالح ولاية الشرطة القضائية بأمن ولاية فازا قضية قيام امرأة بإنشاء مدرسة وهمية بغرض النصب لاحتيال المواطنين الراغبين في المشاركة في دورات تكوينية في مجال الشبه الطبي، وهذا عن طريق نشر منشورات عبر صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. التحريات أفضت إلى إيقاف المعنية وحصة 26 شهادة نجاح مزورة، ملفات إدارية خاصة بالمتربصين، 3 أختام باسم المدرسة ولوازم طبية. تم تحرير ملف قضائي قدمت بموجبها طرف القضية أمام النيابة المختصة.